أهلا بغالب الناصري، أعظم فرسان الأندلس وقائد جيوش الثرى. قد تحقق غرضي من مجيء الملكة طوطة، لكن تراهم يفون لنا بما عاهدوا بعد أن نكون قد حاربنا خصومهم وأنفقنا في ذلك المال والرجال. أما الشطر الذي علينا فننفذه إن شاء الله، فإن نكثوا بعد ذلك لم تأخذنا بهم رأفة. وقد عهدنا إلى قائدنا غالب الناصري إنفاذ هذا الأمر، وأوفي بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ولا تنزع يدك حتى ينزعوا. ألا تنتظر حتى يؤذن لك؟ لا يستأذن الرجل في سلطانه. إن كان لابد لك من أن تسمي هذا المكان الحقير سلطانا فهو سلطاننا. ملكي. المأجور في سلطان المستأجر ما دام فيه. أيها الفقيه، ما دام فيه وهو فيه ما دفع أجره، وإلا حق إخلاؤه، وقد تخلفتم عن دفع الأجرة أسبوعا. أيها الرجل، ألا ندفع لك دائما في آخر الأمر؟ أم أنك تحسب أننا نسل بليل قبل أن نفيك حقك؟ كيف لي أن أعلم يقينا، وللشيطان مسالك على ذوي الحاجات، فلماذا أسهر ليلي متقلبا بين الشك واليقين؟ أما نحن فننام على يقين منك، إذ أننا نعلم أنك من أبخل خلق الله. أتى إن طالب الرجل بحقه سار بخيلا، إما أن تدفع لي حقي أو تخرجون من الليلة. إلى أين؟ إلى الزهراء، وما شأني أنا؟ هل قيل لكم جعلت دوري وقفا للمفلسين؟ ألا تصبر أياما؟ قد صبرت حد الكفاية. كل هذه الكتب ما حاجتكم إليها كلها؟ حاجتك إلى المال. أعني الحاجة ملزمة، وسوق الوراقين رائجة، وبعض الأعيان يدفعون في الكتاب النادر ما لا يدفعون فيما عداه. أقصر علينا الآن، غدا تصلك نقودك إن شاء الله. فإن لم تصل؟ قلت ستصلك. قد بالغت عذري وجاوزت صبري. انتظر. خذ. فلماذا كنت تماطل؟ للمرء حاجات أخرى غير حاجة المأوى أيها الفطن. لو كانت الميسرة في المنظور. أي لئيم خبيث، لوددت أن أبطش به، قد أضع علي أنس الليلة. أفلا كنت تدفع له من أول الأمر وتكفينا طلعته ما دام معك ذلك المال؟ يا سبحان الله، هذا عوض أن تشكرني؟ كنت أدخرها لما هو خير منه ومن هذا المكان الموحش، ولكني أثرتكم على بهجة ليلي وأسباب أنسي ومتعة حسي، وصار علي أن أقنع بالنظر في هذه الوجوه العابسة. أوقف أمير المؤمنين للطلبة المحتاجين والمعسرين، إنهم يجرون نفقة للطالب المحتاج. كل ما عليه فعله أن يتقدم بطلبه إلى ناظر الجامع وعماله. ما زدت على أن جعلتنا من أهل التسوي والكدية؟ حقا تعني ما تقول؟ أعني ما أقول. ألا تستحي أيها الرجل؟ هل أفقدتك الخمرة عزة نفسك؟ إرث آبائك؟ ربما كنا في قلة الآن، ولكن عندنا ما ليس عند غيرنا من محدثي النعمة، الصقالبة والموالي وأحزابهم. أما ما يحدث الآن فطارئ موقوت، فإذا بلغنا الغاية كان شهادة لنا. ما يظن نفسه ابن عمك؟ هل يصدق حقا أمانيه وأحلامه؟ نعم يصدقه. وأنت؟ المهم ما يصدقه هو. كيف؟
لا يكفي أن يصدق الرجل أحلامه حتى يحققها، فما هي عدته؟ عدته نفسه. وهؤلاء؟ أو هكذا يرى؟ هؤلاء؟ ما شاء الله، العامة قد تثور بأحد عمال السلطان إذا كرهت سيرته، ولكنها لا ترفع أحداً منها إلى مراتب الدولة. يتغير الرجال، نعم، يتغير الرجال، ولكن لا تتغير المراتب. لم نعهد غير هذا. فالأولى أن يستيقظ ابن عمك من أحلامه فيريح ويستريح. الصبر، الصبر يا محمد، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وكل شيء بميقات ومقدار، ولكن استوفي علومك أولاً. العلم عميق غوره بعيدة مراميه، ولا يفرغ الرجل منه حتى يتوفاه الأجل، ومع ذلك يجب أن تحصل أضعاف ما يحصله أبناء الأعيان وبياض الحضرة لكي تدخل في مضمارهم. أعذرني، ولكن هكذا تجري الأمور، وليس وراءك ما وراء الساعين إلى أعمال الدولة. لا يكفي أن تكون العبقري اللودعي، ومع ذلك فأنا أقدر إصرارك وعزيمتك، ولكني أحتاج إلى ظهير قوي لكي أوصي بك عند بعض أصحاب الشأن. فأنا وإن كنت وزيرا باللقب فليس في يدي الآن خطة من خطط الخلافة، إنما أشاور بين الفينة والأخرى. أهلاً، أهلاً وسهلاً. لك أم لزوجك؟ ليس لزوج. إذن لك، عندي قماش جديد من صنع إشبيليا، يدفئ في البرد ويبرد في الحر. لا لا لا، عندك عمل؟ عمل؟ مع هذه العمامة حسبتك. أنا طالب علم، عندك عمل؟ هل لك خبرة في البيع؟ قليلا، أعني لم أعمل قبل الآن في مثل هذا الدكان، ليس في قرطبة كلها على أي حال. هذه تجارة تحتاج إلى مهارة وكياسة، أعني أول البيع حسن الكلام وجودة الوصف، حتى يظن السامع أو الأحرى السامعة أنها إن لم تبادر إلى الشراء فات حظ عظيم. تعني تحسين القبيح وتقبيح الحسن؟ معاذ الله يا ولدي، هذا بيع المغرر وهو محرم، ولكن أهلا، أهلا وسهلا. كل ما تطلبنا وتتمناه أنفسكن عند أبي القاسم. حقا، عندك ما نطلبه ونتمناه، فليرنا فتاك بعضه أو كله. ما يوقفك أيها الفتى؟ ألم تسمع إلى الصبايا الحسان؟ فتى جديد يعمل لك؟ كل ما عندي جديد. أما أنا وعسكري فنسلك هذا الطريق، نحوز هذا الحصن ثم هذا، فإذا حزناهما انفتح لنا طريق صبوح. ألا نتوجه مباشرة إلى ليون؟ لا، سمور أولا، والحصون التي قبلها والحصون التي تليها إلى ليون. إذا حزنا هذه جميعا قطعنا طريق المدد إلى ليون وأمنا ظهورنا. والأهم من هذا كله أن تنخلع قلوب خصومك قبل أن نصل رؤوسهم في ليون. أما أنصارك هناك فتقوى نفوسهم ويسارعون إلينا بعددهم وعدتهم. هذه هي خطتي. أنت أيها الملك سانشو تكون معنا ومن ينحاز إليك من قومك،
أما الملك غارسيا فيخرج بجيشه من نافارا إلى برغش حاضرة قشتالة. يجب ألا نكون معا في جيش واحد. فإذا علم القمص فرناندو صاحب قشتالة بزحف عساكر نافارا والملك غارسيا إلى عاصمة إمارته، كان أحرص عليها من حرصه على ليون وصهره أردونيو فيها، فينصرف إليها من فوره، وبذلك نفك جمعهم ونقسمهم فئتين. فلا هذه تصمد ولا تلك.
أرناندو كونزاليس، لماذا فر الخبيث أردونيو؟ لماذا لم يواجه مصيره كما يقتضي شرف الفرسان؟ سأجده، سأجده يوما ولو طلبت عليه حجارة اليور وقشطالة وجليقيا. وإلى ذلك الحين ابحثوا عن أعوانه وكل من أظهر له الولاء. كان خطأً عظيماً تآمرك على ابن أختي مع صهرك أردونيو. ماذا فعل أردونيو؟ فر على وجهه. هل تشعر الآن بلذة النصر أيها الملك؟ أليس من العجيب أن يلحق العار بالمنتصر في هذه المعركة وأن يخرج المهزوم بالشرف كله؟ أنت المسؤول عن هذا كله. أنت الذي ألجأنا إلى خليفة قرطبة، المضطر يتعلق بأي حبل حتى ولو كان حبل الشيطان. لم يكن أمامنا غير ذلك. هذه حجة كل خائن. لطالما كنت عظيم الاحترام والتقدير لك أيها الكنت، كنت دائما شديد الإعجاب بصلابتك وشجاعتك في قتال المسلمين. لكنك حاربتني معهم. لا أحد يفرط بعرشه حتى ولو كان الثمن أن يفرط ببلده. قل لي ما هو الثمن الذي اشترطه عليكم خليفة قرطبة؟ قل. حصون، ضياع، ولاء، طاعة، خضوع. إذن فاعلم أن سانشو لن يستطيع أن يتخذ أمرا حتى يرجع إلى خليفة قرطبة. أهذا ما تعاهد عليه أباؤنا؟ فكوا وثاقا كنت وأعتنوا به جيدا وأتوه بكل ما يطلب. تريدينني أن أزيد؟ أزيد. ليتك تفعل. فسد الزمان ورب الكعبة حتى سقط الحياء عن النساء. أين كنت تحتجب عني أيها الفتى؟ أين؟ فمد دخلت دكاني تزاحمت عليه الأقدام. إنه صاحب بركة، إلا أن بركته تسع النساء دون الرجال. أعاذنا الله من الحسد. اللهم لا حسد. محمد. نعم. محمد، أنا ذاهب الآن إلى المسجد. إذا وصلت البضاعة الجديدة فتولى أمرها بنفسك، فما وجدته منها حسنا فخذه ثم اقضي ثمنه من الخزانة. إن شاء الله.
إيه أنس، لا تصرف صاحبنا عن عمله. إنه يثق بك كبعض ولده، فيستأمنك على ماله وعمله. الحمد لله. إنه لا يعلم أنك سبب ازدحام الأقدام على دكانه، فلو شئت طلبت منه أن يشركك في تجارته كما فعلت أنا مع صاحبي، فإن أبى فادخر من أجرك حتى يكون لك رأس مال، ثم اجعل لنفسك تجارة خالصة لك. ما لهذا قدمت إلى قرطبة؟ إنما هو عمل أترزق منه إلى حين حتى يجعل الله لي سبيل. جاء اللعين جوهر الصقلبي. أيها الأحمق، قد دست على نعلي. عفوا يا سيدي، لم أقصد. وهل تجرؤ أن تقصدها؟ إذن لما كان لك جزاء عندي غير عنقك، ولكن تصلح ما أفسدت. ألم تسمعني أيها الأحمق؟ أنت أصم أم ماذا؟ هيا انزل إلى نعلي فامسح ما علق عليها من أثري. عندي ما يرد إليك سمعك. عني يا ابن القبيحة، قذرت حذائي. لوددت أن أقتله في تلك الساعة. وماذا كنت ترجو لو قتلته؟ تذهب أنت ويبقى الثقالب؟ هذا ما طفقت أحدث نفسي به وأصبرها عليه. اكذم غيظك أيها الرجل حتى تتمكن، فإذا تمكنت أخذت الثقالبة جماعة وكفيت الناس شرهم. هم عماد السلطان وزينة الدولة وخاصة الخليفة وحرسه، فلا يتمكن منهم إلا من حاز سلطان الخليفة نفسه. كما قلت. كما قلت؟ هل سمعت قولي حقا؟ قد سمعته. أعلم. ربما بدوت مجنونا بعض الشيء. حتى أنت ابن عمي وصاحب سري، تشك أحيانا في سلامة عقلي ورأيي. هو منال بعيد أو غاية مستحيلة، هكذا يبدو. لا ألومك، ولكن كذلك كان حال الداخل، عبد الرحمن الداخل، صفر قريش. نزل الجزيرة وحده، ولكنه حاز الملك واستقام له أمر السلطان وأقام دولة عظيمة. ها نحن الآن نعيش في آثاره، وقد نمت وربت وآتت أكلها واستوت على سوقها. وهذا الناصر من ولده هو أعظم الملوك. لولا تسلط الموالي والثقالب، ولكن صقر قريش كان أميراً من أبناء الخلائف، وقد طلب في جزيرة الخضراء إرث آبائه وإن كان فرداً. أين أنت من ذاك حتى تطلب غايته؟ لم تأته طائعة حين طلب إرث آبائه، إنما كانت عزيمته وهمته وموهبته وإيمانه وتدبير الليل والنهار. ولكنه شق طريقه بين خصومات العرب القيسية واليمنية. ذاك الذي يلهمني منه. وماذا يفعل الرجل الذي يطلب الأمر العظيم وليس وراءه عدد ولا مدد ولا جماعة، إلا أن ينفذ من أخطاء الآخرين فيستعمل هذا على ذاك ويضرب الظالم بالظالم؟ لا أدري، أراني أتقلب معك بين حالين. أريد أن أصدق آمالك، ولكني أخشى أن أصير شريكك في الجنون. هنا ها أنتما هنا. عود؟ ألا تعلم أن شار يتعلم ضرب العود في دار المدنيات؟
طبيب وضارب عود. الطب دواء الأبدان. الأبدان. والموسيقى دواء الأرواح. وأنا أحب الموسيقى والعود. ألا نمضي معا إلى دار المدنيات ونرى كيف يصنع؟ ما رأيكما؟ نذهب. نذهب. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. هيا من جديد وأقيمي مدات الصوت وحقق الحروف. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. هذا أفضل، هذا أفضل، ولكن هذا الجسم وتبقى الروح. كارلا شارل. كارلا شارل، ما الفرق؟ ألا تريد أن تستعرب أيها الرجل؟ يجب أن تعطيه روحاً من قلبك، من هنا، من الداخل. وكيف أفعل هذا؟ أمر يدرك بالشعور ولا يوصف بالكلام. تأملي في المعاني، تخيلي أن هذا من شعرك أنت، من فيض شعورك. هيا يا صبح، تستطيعين ذلك. هل تدربت على اللحن الذي كتبته لك؟ لم يتركني أنام في الليلة الماضية. وتكتبون اللحن؟ كيف يدون وهو بالسماع؟ نعم، نسمعه ونكتبه. تلك لغة اصطنعها زرياب حين جاء من المشرق وأنشأ هذه الدار لتعليم الموسيقى والغناء. هيا يا كارلا، أسمعني. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. لا 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 لا، ماذا أصابك اليوم يا صبح؟ قد وهبك الله صوتاً ليس في قرطبة مثله، إلا أنه وردة بلا رائحة وجسم بلا روح. لا أدري من أين آتيك بهذه الروح التي تتحدث عنها. لقد تعبت ومللت. لن أسرحك حتى تتقني الصوت. هذه أوامر الناظر على الدار. قال إن الأمر لا يحتمل الخطأ، فإن أجادت كان خيراً لها ولنا جميعاً، وإن أخلت وقع الضرر علينا جميعاً. ألا يسرك هذا؟ ألا يسرك أن تغني عند رجل من علية القوم فيطير صيتك بين بيوتات السادة؟ صبح، هل تسمعينني؟ هيا. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. أعطيته ما سأل حكمته لو عدلا. وهبته روحي فما أدري به ما فعل. أعطيته ما سأل. قلبي به في شغل لمل ذاك شغلا. قلبي به في شغل لمل ذاك شغلا. لمل ذاك شغلا. لمل ذاك شغلا. هو ذا، هو ذا. وأخيرا هذا هو الروح. ألم أقل لك؟ أهو مغنٍ أم ضارب عود؟
لا أحسبه هذا ولا ذاك، وما خلق مثله ليغن، بل ليغنى له أو ليغنى فيه. قد أوغلت ورب الكعبة، أما علمت اسمه وعمله؟ كيف لي أن أعلم؟ نظرة أعقبت حسرة، ألا يشتريني رجل مثله؟ هل رأيت عليه مخايل الغنى؟ هو نظيف الملبس، ولو كان غنياً لدخل ومعه خدمه وحشمه. إذن لا أمل لك فيه، حتى ولو وقع في نفسه مثل الذي وقع في نفسك، فقد على الآن صيتك في الغناء وغلى ثمنك. هل علمت أين سنغني الليلة؟ ليس بعد، ولكن يبدو من التدابير والاهتمام البالغ أنه سيكون مجلس سمر عند رجل عظيم. مستعدة؟ بقدر ما أعلم. لا مجال للخطأ في شيء الليلة. ألا يخبرني أحد أين سنغني الليلة؟ ومن هو؟ بلى، أنا أخبرك الآن. ألا تريح قليلا من القراءة يا سيدي؟ أريح بها لا منها يا جعفر. نحن والأمير على موعد الليلة في داري كما موعد؟ الليلة؟ كأنك قد نسيت يا سيدي. ولكنك تعلم يا جعفر أني لا أقبل كثيرا على مجالس السمر. قد سبق القول وأعطاني الأمير كلمته، وأنا أيضا على مذهب الأمير، ولكن حتى ولي العهد يحتاج إلى الترويح عن نفسه بين الفينة والأخرى، فذلك أحرى بأن يجدد النشاط. وقد تسامعت بجارية مغنية يقولون لها صوت كمزامير داود، مع حسن بارع وقد مياس ورجاعة عقل، وقد رتبت أن تغني الليلة في مجلسنا أمام الأمير، فبالله عليك يا سيدي لا ترد دعوتي. لم يتبسط الأمير. هذا غاية تبسطي يا جعفر، والرجل لا يخرج عن طبعه، ولا أحسب أني أتأخر كثيرا بعد الآن، فقد علمت أنني لا أطيق السهر. بمن رمى
أما زلت مستيقظا؟ لم تسهرك القراءة وحدها.